الافتتاح اليوم كانت اول معرض نظم من طرف المجلس البلدي لمدينة تفلت وبتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية، نظرا لأن المعرض لم يكن مبرمج ولم يكن تم تداوله في الجمعية العامة الأخيرة حتى يتمكن الرئيس من تنظيمه بمدينة تفلت نظرا لانعدام سيولة تنظيم المعارض. إذن كانت البادرة من مجموعة من الصناع التقليديين لمدينة تفلت وبطلب منهم وبإلحاح منهم، لأن الصانع التقليدي في حاجة ماسة إلى ترويج المنتوج الوطني، ونحن في صد الدفاع عن المنتوج الوطني فيما يخص إثبات هوية القفطان كهوية مغربية وإثبات الجليج البلدي كذلك. إذن علينا أن نكون شركاء في مشروع نظمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن غياب الصانع التقليدي في مثل هكذا مظاهرات يدم على أننا يعني لسنا مهتمين بالصانع التقليدي بقدر ما أننا نراعي إلى الجانب الاجتماعي. الحضور ديال الصناع التقليديين كان حضورا وازنا. نهنئ الإخوان القادمين من مناطق نائية عن مدينة تفلت وبالخصوص مدينة العيون، عيون المغرب، عيون واد الذهب. إذا كانت المشاركة ديال يعني الجزء اللي عزيز على المغاربة وخصنا ليها واحد الاستقبال، يعني أنه تيرقى إلى مستوى أننا ندافع باستماتة عن إخوة عن القضية الوطنية وبالخصوص قضية الصحراء. إذن كانت واحد المشاركة فيما يخص نهج الدبلوماسية الموازية التي يعتبرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي البوابة لإفريقيا، كانت مشاركة مجموعة من الأفارقة في عرض منتوجاتهم داخل أروقة هذا المعرض. إذن معرضنا كان بمجهودات مخصصة من طرف الإخوان ديال أعضاء غرفة الصناعة التقليدية حتى بتنسيق مع الغرفة التي في الحق أنها مدتنا بمجموعة من المعلومات حتى تمكننا من إنجاز هذا الحفل وهذا الحدث الذي سيسجله التاريخ على أننا ولأول مرة نفتتح مهرجان باسم بلدية تفلت وبتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية. المشاركة مكتفة والحمد لله. الإقبال ديال الزوار، لأن وضعنا واحد الآليات لإحصاء عدد الزوار لأول مرة في تاريخ المعارض ديال جهة الرباط سالة القنيطرة. تفتخر مدينة تفلت على أنها تحمل هذه الشارة، أننا خصصنا بوابة لإحصاء عدد الزائرين المتوافدين على المعرض. إذن كل العارضين بخصوص من مدينة الخميسات وبالحضور ديال السيدات والسادة أعضاء غرفة جهة الرباط سالة القنيطرة ما يزيدنا إلا إصرارا ودفءا وعزيمة، لأن الذكرى هذا المعرض يواكب الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه العامين، وهي ذكرى فضية بقدر ما أننا نعتبرها ذكرى ذهبية، وذهبها لما شمل أرجاء المغرب فيما يخص التنمية. وأعتبر أن الصناعة التقليدية ركيزة ودعامة لإقلاعة اقتصادية تهم الاقتصاد الاجتماعي. هذا دليل قاطع على انخراط المجتمع المغربي في هذه التظاهرات التي تؤدي بنا دائما إلى أن نتبوأ مصاف الدول المتقدمة في ظل ملكية دستورية يقودها جلالة الملك حامي الصانع وحامي المغرب. الحق التقييم سابق لأوانه، راضي على المعرض فهو تقييم، لأننا المهرجان ككل يعني التقييم نكون يعني بوادر أنه في المستوى وأصبح مهرجانا وطنيا. نتمنى أن يحظى بالرعاية الملكية السامية ونتبوأ أول مصاف فيما يخص نشر هذا الإشاع الثقافي الذي يعرفه هذا المهرجان. مهرجان فريد من نوعه، يعني ما تتناقشوش فيه، لأنه فريد. الإمكانيات المادية والمعنوية التي وضفت إليه تفوق الخيال. راكم كوسائل إعلام أنكم قمتوا بالزيارة وبالخصوص اللي حضرتوا الافتتاح وعرفتوا البرنامج ديال المهرجان، فهو مهرجان طموح يرقى إلى مستوى المهرجانات. أنا أقارنه بالمهرجانات الدولية، لأنه الحمد لله أنه عنده يعتبر ركيزة
لتنميه الاقتصاد المحلي، وغتشوفوا الرواج اللي غيكون. ونتمنى من وسائل الاعلام انها تواكب مجريات هذا المهرجان، باش تكونوا انتم الدعامه وانتم الركيزه اللي متعطيو واحد التصور خارج ارض الوطن، لان التغطيه تفوق تخرج يعني تخرج تفوق يعني الافاق، يعني عندها افاق دوليه. ونتمنى الاشاعة ليكون لمعرضين، نحن ابناء مدينه تفلت فخورون ومغرمون بتنظيم معرض في مثل هكذا مهرجان في مثل هكذا مستويات. الشكر الموفور لرئيس المجلس البلدي وكذلك الجمعيه ديال الاطلس هي الظاهره على تنظيم هذا المهرجان. انا حتى تقليديه جايه من العيون، شرفني عني مشاركه في معرض تفلت. تفلت زينه ما شاء الله، وناسها زينين واهلا زينين. ونشكر الناس اللي منظمين المعرض واللي ساهرين عليه، والحمد لله انا فخوره اني مشاركه في تفلت. والله جايه من العيون معاهم، مثلا عنه بلد بعيد غير من اللي ذا كامل تعبهم راح. شرفني عني مشاركه فيه. كنشكرو بزاف، داير شحال من حاجه زوينه على حساب صحاب تيفلت، كنشكرو بزاف وتيعاون الناس وجزيك بخير. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.